راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس التي كتب عليها أن تموت شهيدة الواجب في ساحة العدالة، يا أيتها النفس التي ضربت المثل والقدوة لنبل الفارس حين يموت واقفا دفاعا ونضالا في وجه من يحاول أن يمنعه عن أن يؤدي واجبه، يا أيتها النفس النبيلة التي لم يحتمل كبرياؤها جرحا من مغرور جاهل، ارجعي إلى ربك راضية مرضية بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره. منع زميلا فاضلا خلوقا لقى ربه في ساحة العدالة، الزميل الأستاذ محمد فؤاد، وإننا إذ نتقدم لأسرته ولأنفسنا بخالص العزاء فإننا اليوم لن نقف عند حد العزاء، ولكننا نقف اليوم استكمالا لنضاله ودفاعا عنه وعنا جميعا في وجه كل من تسول له نفسه الاعتداء على حق الدفاع حتى وإن متنا في سبيله لنلحق به بالحق وعلى الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن هنبدأ بكلمة الأستاذ إبراهيم السعودي المتحدث الرسمي لحركة محامون من أجل العدالة. تمام. في هو حضرتك بقى اتكلم على التفاصيل اللي هي النهارده. هو النهارده في تقبيل للفقيد المرحوم الاستاذ محمد فؤاد المحامي اللي سقط في محكمه السودان وشارع السودان، وذلك اثر تعرضه مع مشاده كلاميه مع المستشار محمد الصاوي رئيس دائره الدقي على اصراره لم يتحمل المشاده ولم يتحمل الإهانة التي حدثت، فعلى إسرائيل توفي في الحال. طبعا هناك موقف سلبي من فقط المحامين تجاه الواقعة حتى أنها لم تطلب لنا على بعض التفاصيل من الواقعة، يعني حدثت إزاي؟ هو الأستاذ محمد كان عنده قضية، فالقضية ما نزلتش في الرجول والملف بتاعها ما كانش موجود، فبالتالي الأستاذ محمد هي كانت قضية شيكات. كان قضية شيكات، فبالتالي الأستاذ محمد طلب الملف بتاع القضية، فالقضية قال له آخر الجلسة، ففوجئ إن هو آخر الجلسة أصدر فيها قرار، فدخله قال له لا ده أنا كنت موجود والملف بتاعكم ما كانش، الملف بتاع القضية ما كانش موجود. فما حدث ذلك حصلت مشادة بسبب إعادة الرول أو إعادة القضية والقرار بتاعها، فعلى إصرارها طبعا توجه الأستاذ محمد فؤاد إلى رئيس القلم المتابعة، رئيس المتابعة في المحكمة والذي لم يحرك ساكنا، وعلى إصرارها عاد أيضا الأستاذ محمد القاضي وتمت مشادة كلامية بينهم، على إصرارها توفي الأستاذ محمد داخل قاعة المحكمة. تمام. حضرتكم إيه الاتجاه اللي جاي بعد كده يعني؟ طبعا هو في بعض الخطوات التصعيديه من الحركه تجاه الحادث الاهين دوت. طبعا احنا اولا يعني بنعز اسره الفقيد المرحوم الاستاذ محمد فؤاد الذي كان ذو خلق وعلى خلق والجميع يعرف ويشهد له بالنبل والاخلاق. سنستعرض الحركه في هذا المؤتمر الاجراءات التي ستقوم بها ان شاء الله.